ما هو ضمور الخصية؟ تقع الخصيتان ضمن الجهاز التناسلي الذكري داخل كيس الصفن الذي يتدلى إلى خارج الجسم أمام منطقة الحوض، وتعتبر الخصيتان العضو المسؤول عن إنتاج السائل المنوي وتخزينه لحين إطلاقه عند القذف. كما تقوم الخصيتان بمهمة أساسية أخرى تتمثل بإنتاج هرمون التستوستيرون المسؤول عن الدافع الجنسي والخصوبة لدى الذكور وبناء كتلتهم العضلية والعظمية. وقد تتعرض الخصية للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية كسرطان الخصية أو انفتالها أو التهابها أو ضمورها. وتتمثل حالة ضمور الخصية بحدوث انكماش في حجم إحدى الخصيتين أو كلتيهما وصغر حجمهما عن المعدل الطبيعي نتيجة لموت بعض الخلايا الجنسية المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية أو خلايا لايديك البينية المسؤولة عن إنتاج هرمون التستوستيرون. وعليه فإن المصاب بضمور الخصية يمكن أن يعاني من قلة عدد الحيوانات المنوية وانخفاض نسبة هرمون التستوستيرون أو كليهما. وتجدر الإشارة إلى أن ضمور الخصية يعتبر حالة مرضية، ويختلف الانكماش الطفيف والمؤقت الذي يحدث بشكل طبيعي في كيس الصفن في درجات الحرارة الباردة للحفاظ على دفء الخصيتين. ما هي أسباب ضمور الخصيتين؟ يمكن بيان أسباب الإصابة بضمور الخصية. أولا، التهاب الخصية. يرافق التهاب الخصية بعض الأعراض الإضافية مثل الشعور بالألم في الخصيتين وانتفاخهما والإصابة بالحمى والغثيان. وعلى الرغم من أن التهاب الخصية في المراحل الأولى يمكن أن يتسبب بانتفاخ الخصيتين ويجعلهما يبدوان أكبر حجما، إلا أنه في نهاية المطاف من الممكن أيضا أن يتسبب بضمورهما. ثانيا، التقدم في العمر. تدخل جميع النساء في سن اليأس أو مرحلة انقطاع الطمث مع تقدمهن في العمر، وفي حالة مشابهة لذلك يمكن أن يمر بعض الرجال مع تقدمهم في العمر في مرحلة تعرف بالإياس الذكري الذي يتسبب بانخفاض نسبة هرمون التستوستيرون في أجسامهم وإصابتهم بضمور الخصية. ثالثا، دوالي الخصية. تشبه هذه الحالة دوالي الساقين، إلا أنه بدلا من ظهور الدوالي على الساقين فإنها تظهر بالقرب من الخصيتين، وغالبا ما تؤثر هذه الدوالي بالخصية اليسرى. كما أنها من الممكن أن تتسبب بتدمير الأنابيب التي تنتج السائل المنوي داخل الخصية، مما قد يؤدي لانكماش الخصية المتأثرة وضمورها. انفتال الخصية. وتتمثل هذه الحالة بانفتال الخصية حول الحبل المنوي المسؤول عن تزويد كيس الصفن بالدم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة يمكن أن تؤدي للشعور بالألم وانتفاخ الخصيتين. وفي حال عدم علاجها خلال بضعة ساعات من حدوثها يمكن أن تتسبب بضمور الخصية بشكل دائم. العلاج البديل بالتستوستيرون. يخضع بعض الرجال للعلاج الهرموني البديل بالتستوستيرون نتيجة لإصابتهم بمشكلة صحية تتطلب ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العلاج يمكن أن يؤدي لضمور الخصية في بعض الحالات، ويعزى ذلك لتسبب الهرمون البديل الذي يتناوله المصاب بإيقاف إنتاج الهرمون المطلق لمواجهة الغدد التناسلية في الجسم، مما يوقف بدوره الغدة النخامية عن إنتاج الهرمون الذي يحفز تصنيع التستوستيرون في الجسم، وبالتالي انكماش الخصيتين وضمورهما. الإفراط في تناول الكحول. فالكحول يمكن أن يؤدي إلى خفض مستوى هرمون التستوستيرون بالإضافة لإمكانية تسببه بإتلاف الأنسجة المكونة للخصيتين، وبالتالي انكماش حجم الخصيتين. ما هو علاج ضمور الخصية؟ بشكل عام هنالك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الخصيتين، كالحفاظ على النظافة الشخصية والاستحمام بشكل متكرر واستخدام وسائل الحماية المناسبة أثناء الجماع وارتداء الملابس المريحة والواسعة. أما فيما يتعلق بضمور الخصية فإن اختيار الطبيب للعلاج يعتمد بالدرجة الأولى على علاج المشكلة التي تسببت بحدوثه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات ضمور الخصية لا يمكن عكسها وعلاجها، بينما يمكن للعلاج المبكر في حالات أخرى أن يزيد فرصة نجاح العلاج وشفاء الحالة. ولذلك لا بد من استشارة الطبيب على الفور حتى يقرر الخطة العلاجية المناسبة. وبشكل عام يمكن بيان أبرز الطرق العلاجية التي قد يلجأ الطبيب إليها، كاستخدام المضادات الحيوية المناسبة وتغيير نمط الحياة، إضافة إلى العلاج الهرموني والجراحي خاصة في حالة انفتال الخصية. ما هي أعراض ضمور الخصية؟ غالبا ما يكون العرض الأكثر رواجا لضمور الخصية هو صغر حجم إحداهما أو كلتاهما، وتتفاوت الأعراض الأخرى التي قد ترافق الحالة تبعا لعمر المصاب ولوجود مشكلة صحية تسببت بضمور الخصية. ويمكن بيان أهم هذه الأعراض والعلامات ككبر حجم العضو الذكري وعدم نمو الشعر في منطقة الوجه أو في منطقة التناسلية،
انخفاض الدافع الجنسي وانخفاض الكتلة العضلية، الإصابة بالعقم ونمو شعر الوجه والشعر في المنطقة التناسلية ولكن بكميات قليلة.